السعر اليوم بتراوح من 60 ل 80 حسب الغنمة. في غنم نص لحم عم تسوى 65، اللحم الطيب 80 82 ورق الكيلو، والأسعار كويسة يعني للسنة للمربي الأغنام إن شاء الله كويسة يعني. بالنسبة لحركة البيع والشراء اليوم حركة ضعيفة بالمرة، الأسعار غالية والبيع والشراء يعني صفر صفر. هاي الغنم اللي وراك عطوني فيها 70 ورقة جبارة، صاحبة بده 80، ونباع الرزق الحلال من 70 ل 80 ورقة، 65 ما نباع. في نعم الرقيقة عمال تاخذوها رقيقة سعرها يعني 100 دولار 2600 على التركي يعني بهالحدود، هاي الرقيقة انباعت. عندك سعر الفطيمة الطيبة من 75 ل 80، الفطيمة الطيبة. الخروف الوردي انباع من ال 4.10 لل 4.25 4.35 فيه. الدغلي خروف الدغلي لل 4.5، أكثر من 4.5 ما انباع. عندنا الكيلو الغنمة حسب لحمتها من 70 لل 80 حسب اللحمة تركي، وفي عندك الخروف كيلوها ب 4.5 4.5 دولار طبعا. الكبش من 4.5 لل 5 الخروف، الكبش من 4.5 كذلك لل 5 حسب لحمته دولار عم نحكي هذا الكبش. ولكن ان جيت للفطيمه المي فاكه كيلوها ب 70 اللحم، ما عرفت علي؟ في غنمات هلا انباعت ب 60، لحمتين وسطانيه 62، بس لحمتين ما في لحمه زياده يعني خفيفه اللحمه. نحن قمنا هلا بشراء كبش لعمنا في القريه بسعر 4 دولارات ونص، وزن 75 كيلو. الحمد لله لحم كثير ورزق كثير، والله يعيده علينا وعليكم بالخير والبركه ان شاء الله. بالنسبه للغلاء رخص العلف، العالم السنه ربطت غنم والحمد لله رب العالمين، يعني السوق كويس جيد. السنه الاقبال على الاضاحي خفيف وسوقنا شوي بارد بسبب المواسم، اسعارها رخيصه ومواسمنا طيبه الحمد لله، ولكن الاسعار ما ساعدت، فاقبال الناس على الاضاحي قليل. اللي عم يضحي اكثر شيء اللي يجوا من برا يبعثوا حوالات، وبشكل عام اللي هون عليه صعوبه بالاضحيه. الخروف انباع معنا اليوم على الدولار الدغلي 4.45 للخمسه الا ربع، والغنمة انباعت على 3.5 على الدولار وعلى 75 لل 85 على التركي. هذا السوق اليوم.